السلام عليكم، مباشره من محلات اواني شعيب. كندير معكم اللايف هذه المره من المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا مع العروض الخياليه اللي كتوصل حتى لاكثر من 70%. بمناسبه شهر ديسمبر كاين عروض سبيسيال. نفس السؤال كيتطرح غادي نعاود نجاوب عليه، واش السلعه واش الصود اللي كاين في كازا عند اواني شعيب في القريعه وفي البرنوسي وفي الحي المحمدي وفي المدينه، واش كاين في مدينه المحمديه؟ نعم، نفس السلعه نفس السولد نفس الاثمنه نفس لا بروموسيون كاينين. المفاجاه الثانيه هو انه غدا ان شاء الله الجمعه غادي يكون واحد السولد، غادي يكون واحد اللايف سبيسيال من اواني شعيب البرنوسي، وغادي نبين لكم الجديد الصادم. نوريكم دابا السلعه اللي ديسپونيبل عندنا غدا الجمعه والسبت والحد من المحل ديالنا اللي كاين في القريعة. وما تنساوش تلقاو غدا مع العشرة ديال الليل من اواني شعيب البرنوسي. مرحبا بجميع الزبناء ديالنا مباشرة من مدينة المحمدية. الاناناسة وليداتها ديسبونيبل، ستة ديال الاناناسات صغار وحدة كبيرة، الثمن ديالها فقط 1200 ريال 60 درهم. جبنا لكم كذلك هذا الموديل ديال هاد الكيسان، هادو رائعين. بزاف الناس كيقدروا ما كيبغوش اللوان، حتى اللوان عندهم واحد الجماليه زوينه، مي كاينين الناس ما كيبغوش اللوينات لتحت. لهذا جبنا لكم هذا الموديل ديال هذا الكيسان الجديد ديال الكاس اواني شعيب، الثمن ديالهم فقط 1200 ريال 60 درهم 1200 ريال. مرحبا. وكاين عندنا كذلك هذا الكاس، هذا راه متوفر حتى في المحل ديال اواني شعيب المحمديه. كاس كيدير باكيه كدير 700، حنا غنبيع لكم ثلاثه ديال الباكيات ب 1000 ريال، ثلاثه ديال الباكيات ب 50 درهم فقط. كاين عندنا التبصيل هذا كذلك متوفر في مدينه المحمديه، تبصيل نمره 45، وبنفس الثمن اللي كاين في المحمديه في البرنوسي وفي القريعه كاين حتى في مدينه المحمديه. تبصيل نمره 45 ديال الكسكسو ديال البسطيله ديال بزاف ديال اللعيبات، الثمن ديالو فقط 70 درهم، 1400 ريال عوض 2600 ولا 140 درهم، الثمن ديالو فقط 1400 ريال 70 درهم. الكاس ديال الريشه كذلك متوفر عندنا في المحل ديال المحمديه، 12 الكاس اللي كنا درنا ليه بروموسيون 1800، اليوم كنديروا ليه 1200 ريال. مرحبا بكم، 1200 ريال فقط. داكشي اللي صورتي لينا في كازا ما لقيتوش في المحمديه. انا كنوريكم دابا لالا سلطانه رشا، لا بالعكس راه نفس السلعه سلطانه رشا، راه نفس السلعه اللي كاينه في المحلات الاخرين كاينه كذلك في مدينه المحمديه. والدليل انني دابا كنوريكم لا ديسپونيبيليتي ديال السلعه. كاين عندنا كذلك هاد الفر هاد الفر هاد العماره رويال، عماره بريستيج كدير 700 درهم، حنا درنا لا بروموسيون 5000 7600، اليوم كنهبطوها ل 5600 فقط، 280 درهم باك ديال العماره ب 280 درهم فقط. كاين عندنا كذلك هاد الطاجين هذا، يا سلام على الجديد، خمسه ديال الطواجن، خمسه ديال الطواجن فقط ب 1000 ريال، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ديال الطواجن ب 1000 ريال. كاين عندنا كذلك هذا الباك هذا تا هو الجديد ديال أواني شعيب، بونبونيير، سكرية، التويشية ديال بابي سيرفيت، هذا الباك كامل الثمن ديالو غير ب 25 درهم، 500 ريال فقط. كاين عندنا كذلك هذا البلاطو الثمن ديالو 1000 ريال، 50 درهم. عندنا الذهبي وعندنا كذلك التشكيل. هاد التبصيل الغارق كذلك متوفر في المحل ديال مدينة المحمدية أواني شعيب، وغنبيعو لكم خمسة ديال التباصل ب 1000 ريال. كاين عندنا كذلك التويشية رائعة، الثمن ديالها 1200 ريال. الكاسرونة على ثلاثة تيتانيك، ثلاثة ديال الكاسرونات تيتانيك، الثمن ديالهم فقط 70 درهم، الكبيرة الموين والصغيرة ب 1400 ريال. جبنا لكم كذلك التبصيل هذا، زوين ولا التبصيل هذا، تبصيل ديال السفوف ديال
بزاف اللعيبات تقدر دير فيهم، غنبيعوا لكم باكيه كامله ب10 دراهم. باكيه كامله فيها واقيلا شي 6، فيها واقيلا شي 4 ديال التباصل، الثمن ديالها 4 ديال التباصل فياك، فيها 4 ديال التباصل ب10 دراهم. كاين عندنا كذلك هاد البونبونيغ رائعه اللي كانت كدير 80 درهم، درنا ليها 1600 ريال، درنا ليها 800 ريال. سبحان الله، عرفتي دابا شفت واحد اللعيبه، شي حاجه ما كتبقاش تبان في الليف، ما كتبقاش تتباع. لهذا الناس كيتفاعلوا مع لي لايف ديالنا بزاف، وهذا الشيء جميل جدا. كاين عندنا كذلك هذا الكاس، هذا نورمالمون هذا كيبان مباشره كيبري، كيبان كريستال، يعني الناس حتى غاديين يجيو غدا ويقلبوه عاد باش غاديين يحكموا على الكاس هذا. خصكم غدا تجيو تشدوا هذا الكاس في يديكم عاد باش تحكموا على الثمن. هذا باكيه ب 25 درهم، باكيه فيها 6 ب 25 درهم، جوج باكيات ب 1000 ريال. كاين عندنا هذا التبصيل ديال لي مينارك، 4 ديال التواصل ب 1000 ريال، 4 ديال التواصل ب 1000 ريال. وكاين عندنا كذلك الابيض ديالو، حتى هو كنبيعوا 4 ديال التواصل ب 1000 ريال، 4 ديال التواصل ب 1000 ريال. كاين عندنا كذلك هذا المول هذا، وغنبيعوا لكم 3 ديال المولات ب 1200. كاين عندنا كذلك هو الجديد، هادو كاينين في المدينه المحمديه. الناس خصهم يعرفوا ان هاد السلعه هادي راه متوفره في مدينه المحمديه، هادي نورمالمون بوحدها كدير 1200. اوان شعيب غيبيع لكم 3 ديال لي صالادي ب 1200، وحده جوج ثلاثه، 3 ب 1200. وهادي حتى هي الجديد ديال اوان شعيب، كنا درنا لها بروموسيون 1800 ريال، كبيره ديال الزاج، الخطا ديالها ديال الخشب، الكبيره والموين والصغيره كدير 120 درهم. حنا درنا لا بروموسيون 1800، اليوم كنهبطوها ل 1200 ريال، 60 درهم فقط، ثمن خيالي جدا. مازال غادي نعطيكم الثمنات ديال هاد اللعيبات اللي هنايا والتواشه، غنعطيكم الثمن ديال هادشي اللي هنا، غتعطيوني دقيقه نعت لكم المحل ديالنا فين كاين ونرجعوا. مرحبا بكم، دائما كنجدد الترحاب مباشره من محلات اواني شعيب، كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه. المحل ديالنا في المحمديه فين كاين؟ كاين في الجوطيه، الجوطيه هي هذه اللي كتشوفوا دابا، هذه هي الجوطيه. الى وصلتوا الجوطيه سولوا على الجوطيه ديال المحمديه، حنا جينا اونفاس مع تيلي بوتيك عيشه. اذا الى بغيتي، الى جيتي للمحمديه سول على الجوطيه، تيلي بوتيك عيشه ها هو المحل ديال اواني شعيب المحمديه. بلا مارا هنا كاين جامع مالي، ها هو جامع مالي كيبان من هنا. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا، نرجعوا معكم. ما تنساوش تعطيونا اكبر عدد ديال القلوبه، القلوبه 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 القلوبه، لان الدعم ديالكم مهم جدا. وما تنساوش غنذكركم غدا ان شاء الله في اللايف ديال البرنوطي، غادي نبين لكم واحد السلعه بريستيج خطيره غدا ان شاء الله، غادي نتلاقوا مع، كنذكر مره، وهاد السلعه اللي غادي نوريكم غدا في البرنوطي راه غتكون متوفره حتى في المحمديه وفي القريعه وفي المدينه، يعني ملي غتشوفوها غدا في البرنوطي عرفوا باللي كاينه حتى في المحمديه هنا، غير باش نذكركم وصافي. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا مباشره من محلات اواني شعيب، كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه، عروض استثنائيه جدا. ما تنساوش تعطيونا بزاف ديال القلوبه في هذا اللايف هذا باش تدعموا لينا. ثلاثه ديال لي صالادي ب 1200 عوض، وحده ب 1200. كاين عندنا هاد صالادي بليدين ديالها بريستيج، الثمن ديالها 50 درهم 1000 ريال. كاين عندنا كذلك هاد الكوبا بالرجيله، الثمن ديالها 1000 ريال 50 درهم. كاين عندنا كذلك هاد التبصيل بالقبضات ديالو، تا هو رائع جدا، الثمن ديالو 1000 ريال 50 درهم. زهير، اليوم غادي نحاولوا نقولوا للناس الثمن ديال البرامي، كيسول عليهم بزاف، وغنحاولوا نقولوا للناس الثمن ديال الكوكوطات، وغنحاولوا نوريهم الطاس ديال لينوكس، وغنحاولوا كذلك نوريهم الريشو، نحاولوا نوريهم لي بانيني، نوريهم بزاف ديال السلع اللي متوفره عندنا، ولكن ما كنوريوهاش وما كنبينوهاش وما كنقولوش الثمن ديالها في اللايف.
بعد قليل نكملوا مع لا طوندونس عندنا وندوزوا للسلعه والاثمنه الاخرى. كاين عندنا متوفر عندنا هذا البلاطو ديال لينوكس. ها هو بلاطو اينوكس كيس 12 كاس ماشي 2600 ولا 100 درهم، الثمن ديالو فقط 1200 ريال 60 درهم. زوينه هاد الكاسكيطه ديال كرافت. كرافت لاين، غنمشيو دابا لهاد لا مارك ديال كرافت، بعد قليل غادي نوريو البانيني. اجي معايا اجي معايا زيد 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 اجي معايا اجي معايا زيد 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 اخويا زيد 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 زيد. نشوف هنا كرافت، دابا غادي نمشيو لكرافت. كرافت عندنا عندنا سيدي البانيني ديالها، بانيني لا مارك كرافت ديال الجرانيت. كيف كتشوفوا انا سعيد جدا لان اواني شعيب الوحيد في المغرب اللي كيبيع هذا البانيني كرافت جرانيت ب 200 درهم. كرافت كبيره اللي كتهز ثلاثه ديال لي ساندويش صغار وجوج ديال لي ساندويش كبار فقط ب 4000 ريال عوض 5000 ولا 6000 ولا 7000 ريال. هاد الثمن هذا ديال بانيني كبيره جرانيت كرافت ب 4000 ريال حصريا 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 عند محلات اواني شعيب. مرحبا بكم في كاع المحلات ديالنا البرنوسي القريعه المحمديه الحي المحمدي والمدينه. كاين عندنا كذلك هذا البانيني كرافت اينوكس حتى هي ب 4000 ريال. غادي ندوزو سيادي سيداتي انساتي الافاضل، تحياتي سي عبد السلام تحياتي. غادي ندوزو كذلك لهذا البلندر اللي الكاس ديالها ديال، ركزوا معايا مزيان عفاكم اشنو كنعطي المعلومات اللي كنعطي. هاد البلاندر اللي كنبيعو حنا الكاس ديالها ديال الزاج، هذه المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه ان هذاك الكاس ديال الزاج كيطحن الثلج، يعني هنا مكتوبه ايس. المعلومه الثالثه انه معاها كاس ديال العطريه. المعلومه الرابعه هنا كاين 5 فيتاس. المعلومه الخامسه عاطينك معاها واحد التويشيه سكور. والمعلومه الاخيره والمهمه جدا ان هاد البلاندر هادي راه فيها فين الكرتونه ديال عفاك، الكرتونه ديال هادي فيها 1000 ديال لي واط، ياك 1000 ديال لي واط السي زوير. هنايا فهاد البلاندر هادي كنقلب عليها وما لقيتهاش. البلاندر عفاك عطيني الكرتينه ديالها، نشوفوا البانيني شحال فيها ديال لي واط. 1400 ديال لي واط. تحياتي كاسكيطه، نشوف كاسكيطه كرافت وغيجبد لينا كرافت. يا سلام 1000 ديال لي واط ماشي 400 ولا 500 ولا 600، 1000 ديال لي واط يعني الموتور ديالها مزيان. غادي ندوزو لهاشوار ديال لينوكس. هاشوار اينوكس فينا هي؟ تلفتوني الدرك تحط لهاشوار حدايا صاحبي ديال جوجيترو. عطيوني ديال جوجيترو عفاكم. لا عطيها لي بالكرتونه ديالها ماشي مشكل. كاين عندنا شد لي بحال هكا ماشي مشكل. عندنا الهاشوار اينوكس كرافت. الاهم من هادشي كامل بلا ما نقول فيها ثلاثه ديال الماس اللي كتحر الربيع بالسلامطيشه مع دراب مع التويشيه اللي كطحن الثومه معها اللي كطحن الثومه، هذه حاجه مهمه جدا. جوج يطرو ولكن فيها 1000 ديال لي واط. كرافت كرافت تحياتي. جوج يطرو ديالها ب 3200 وثلاثه يطرو ديالها ب 3800. وكاين عندنا جوج يطرو ديال الزاج كدير 2400. وكاين عندنا كذلك هاد الشوفاج ديال الضو حتى هو رائع ديال السخونيه، الناس اللي فيهم البرد شريو لي الشوفاج باش تسخنوا مع راساتكم، والثمن ديالو فقط 140 درهم 2800 ريال. هذا الطويل. وكاين هذا العريض اللي كيتهز بالسيبور بحال هكا، الثمن ديالو 150 درهم. لا مارك ايليت حتى هي سي لا بون كاليتي، فيها 1500 ديال لي واط، شي حاجه مزيانه كنتعاملوا معاها بون كاليتي. وهاد الشوفاج حتى هو ما عندهم شي حاجه زوينه، لا هاد لا مارك ديال ايليت ولا لا مارك ديال كرافت ولا لا مارك ديال بريما، موديل ايطالي كاليتي مزيانه. وكاين عندنا كذلك ما نساوش لوكسيس لا بون كاليتي. هاد هاد الباك هذا الثمن ديالو 70 درهم.
14100 جبد لي اخويا هذا المفاجاه تا هو الله يرضى عليك. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا مباشره من محلات اواني شعيب. كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه. ما تنساوش تعطيونا بزاف ديال القلوبه، وما تنساوش بارطاجيو لنا هذا اللايف، وما تنساوش تكتبوا لينا المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه، لانه قريبا غادي تفتح المكتب او البيرو ديال لا ليفريزون، وغادي نهتموا بشكل كبير بلا ليفريزون خارج كازا، لان كاينين ناس كثار كيدعمونا من خارج مدينه الدار البيضاء، من طنجه، فاس، مكناس، الرباط، وجده، الناظور. مرحبا بكم، اكتبوا لينا في لي كومونتير، اكتبوا لينا في لي كومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا المدينه اللي متواجده معنا بقوه في هذا اللايف. هذا كاين عندنا كذلك هذا الباك هذا ديال ديال البلاطوات ديال المرايا، بريستيج الصغير والمويان واللي كبر منه والكبير ديالو. هذا الباك كامل غادي تاخذوه بثمن استثنائي جدا، ماشي 350 ولا 400 درهم، الثمن ديالو فقط 5600، 280 درهم فقط. مرحبا، العماره هي 5600، الاناناس وليداتها 1200 ريال بجوجهم، هاد الكيسان الثمن ديالهم 1200 ريال 60 درهم. وكاين عندنا كذلك هاد الموديل 1200، كاين عندنا كذلك هاد التبصيل هذا النمره 45 حتى هو فقط ب 1200 ريال. كاين عندنا كذلك هاد المقله النمره 24 لا مارك تيتانيك، سي لا بون كاليتي، تيتانيك النمره 24، الثمن ديالها فقط 1200 ريال 60 درهم. كاين عندنا كذلك هاد الموديل ديال الكاس، الثمن ديالو 1400 ريال. وهاد المقيله ديال البغرير الكبيره كدير 1200، حنا غنبيعو لكم بجوج 1200. قلت 1200 غلط، صافي غنعاود غلطت في هاد التفصيل هذا، الدراري قالوا لي قلت 1200 وهو كيدير 1400. الثمن ديال التبصيل نمره 45 ب 1400 70 درهم، راه غلطت وقلت 1200. كذلك الترموسات هادو، اعطيني اللوينه ديال الترموس. كاين عندنا البيستاج، كاين عندنا الغوز، كاين عندنا الابيض، هادو نورمالمون وحده كدير 1400، حنا غنبيعو لهم جوج ب 1400 ريال. لا مارك لوكسوس، لا مارك لوكسوس اوريجينال، كاليتي زوينه، معروفه في السوق، عندها زعما بزاف ديال الحوايج نقيين. كذلك نشتغل معها لوكسوس جينيرال بريما، بزاف ديال لي مارك اللي معروفين في السوق عندهم كاليتي مزيانه، جوج وحنا دايرين معاهم بروموسيون سبيسيال. السلعه ديالهم كنديروا لها بروموسيون خياليه اللي ما تقدروش تلقاوها في بلاصه واحده اخرى الا عند اواني شعيب في جميع المحلات ديالنا، في القريعه، في البرنوصي، في المحمديه، في الحي المحمدي، وكذلك في مدينه المحمديه. كاين عندنا كذلك هذه القرعه، غنبيعوا لكم ربعه ديال القراعي كريستال، ربعه ديال القراعي ب 1200، وحده جوج هذه وحده كدير 700 ريال، راه ماشي هادو هما ديال 13 درهم و15 درهم و20 درهم، هذه كدير 35 درهم، غير باش تكونوا عارفين القرعه. راه كاينين واحد القراعي تيكونوا غلاظ من هنايا طالعه بحال هكا ديال الزاج، كيديروا 260 مع 300 ريال، هادو كيديروا 35 درهم، حنا كنبيعوهم لكم ربعه ب 1200 ريال. كاين عندنا واقيلا شي موديل ديال القراعي من دوك الرخاص ياك، كاينين، غنوريهم الكليان دابا باش ما نكونوش كنهضروا من فراغ. ها هما، هادو هما الرخاص اللي قلت لكم، شتوهم، راه هادي ماشي هي هادي، هادي ماشي هي هادي، شتو، غير باش الناس يعرفوا الفرق. ربعة ب 1200 ريال. كاين عندنا كذلك هذا الكاس هذا الثمن ديالو 40 درهم،
كاين عندنا هاد القرعه هادي ثلاثه ديال القراعي ب 1200 ريال. كاين عندنا كذلك هاد البلاطو هذا الكبير ديالو كيدير 1600، حنا غنبيعو لكم جوج ب 1600 ريال. غادي ندوزو كذلك لهاد البروموسيون اللي دايرين فهاد السلعه هادي. كيف كتشوفوا التبصيل الكبير وسته ديال الطباسل ديالو ب 70 درهم فقط 1400 ريال. كاين عندنا هذا الموديل هذا حتى هو التبصيل الكبير وسته ديال الطباسل ديالو ب 1400 ريال. كاين عندنا كذلك هذا الموديل التبصيل الكبير وسته ديال الطباسل ديالو ب 1400 ريال. كاين عندنا كذلك هذه الفراقه الثمن ديالها فقط 50 درهم 1000 ريال. وكاين عندنا كذلك هذه الكبيره الثمن ديالها كدير 1200 ريال. وكاين عندنا كذلك السوبيره رائعه ديزاين جديد ستيل جديد والثمن ديالها فقط 60 درهم 1200 ريال. كيف كتشوفوا سوبيره كبيره وسته ديال الزيف ديالها. كاين عندنا كذلك هذا الميزان هذا الثمن ديالو فقط 1200 ريال. كذلك متوفر عندنا في مدينه المحمديه اواني شعيب هذا الفاز هذا ديال الكريستال كنبيعوا جوج فيزان ب 1200 ريال. كاين عندنا كذلك هذا الدراب هذا لا مارك تاتش لا مارك تاتش بون كاليتي، ما ذكرتهاش قبيله ملي كنت كنذكر في لي مارك وما ذكرتش بزاف ديال لي مارك كنتعاملوا معاهم رائعين جدا ما قدرتش نذكرهم كاملين. هذا الدراب هذا ديال تاتش كيدير 120 درهم، حنا دايرين ليه 1200 ريال 60 درهم 1200 ريال حصريا عند اواني شعيب. كاين عندنا الدراب هذا بالسيبوره ديالو، دراب بالسيبوره ديالو شوفوا كيفاش كيبان اينوكس بحال الفردي بالسيبوره ديالو. الثمن ديالو ماشي 5600 غير 2400. كاين عندنا كذلك هذا الميكسور هذا مع هاشوار، الميكسور بوحدو ولا كيدير 3600، حنا غنبيعو لكم ميكسور والهاشوار ب 3000 ريال اينوكس، والميكسور والهاشوار بلاستيك ب 2600. ها هو الميكسور اخويا شكرا، هذا مول 2400 دراب بالسيبوره ديالو، وهذا هو الميكسور ديال لينوكس ديال 2400 ريال. كاين عندنا كذلك هاد السيبوره هادي هاد البورت كاطو الثمن ديالها فقط 1600 ريال 80 درهم، بورت كاطو بالرجيله ديالها 80 درهم. كاين عندنا كذلك هاد القفص القفص بالمرايا رائع جدا حتى هو، كنا دايرين ليه 230 درهم اليوم كنهبطو ل 2600 بروموسيون 130 درهم. القفص على جوج ديال الطبقات ب 130 درهم 2600. عندنا هاد اللون هذا ب 2600 وكذلك الكحل ديالو 2600. عندنا كذلك هذا الريشو هذا الثمن ديالو 90 درهم، الثمن ديال هذا الريشو 90 درهم، راه تزاد في الثمن وحنا مازال دايرين لي بروموسيون 90 درهم. كاين عندنا كذلك المقلة العجيبة ديسيني مات ان ايطالي اوريجينال الثمن ديالها فقط 4000 ريال 200 درهم. هاد السلعة اللي كتشوفوا دابا وبزاف ديال السلعة مازال غادي نوريكم راه كاين عندنا في المحل ديالنا اللي كاين في مدينة المحمدية. كيف كتشوفوا انا غادي مازال غنوريكم السلعة وغنوريكم الاتشمنه ديال هادشي. فقط بغيت نقول لكم هنا هاد لا بروموسيون غتكون غدا الجمعة ان شاء الله، جيو غدا الجمعة باش تستافدوا من هاد لا بروموسيون اللي كتشوفوا عند اواني شعيب مدينة المحمدية، وغتجيو ان شاء الله حتى السبت ويوم الاحد. الجمعة والسبت والحد غادي تكون بروموسيون سبيسيال في جميع محلات اواني شعيب، سواء هذا اللي في المحمدية دابا اللي جا في الجوطية. هاي الجوطية كيف كتشوفوا الجوطية هي هادي، الجوطية هي هادي ديال مدينة المحمدية، وجينا مقابلين مع تيلي بوتيك عيشة. هذا هو تيلي بوتيك عيشة، المحل ديالنا هو هذا اواني شعيب. كذلك بالنسبة للبرنوصي راه تحولنا من المحل ديالنا اللي كان قبل، ولينا دابا حدا ولينا حدا استوديو ياسين. الى دخلتوا للبرنوصي اي واحد قلتوا ليه اعداديه طارق، اعداديه طارق عقلو اعداديه طارق ولا استوديو ياسين،
اعداديه الطريق، حنا جينا في الدار دي في المقابلين مع الدار ديال، حنا جينا في الشارع وكذلك جينا في الدار ديال النيابه اللي كاينه في البرنوصي وملاصقين مع استوديو ياسين، يعني السوق النموذجي، يعني سوق طارق. غنعيط لكم من سوق طارق من التحت. كاين سوق طارق كتفوتوا كتلقاو جامع طارق، كتزيدوا كتلقاو واحد الفيروج كتدوروا على اليسر مع السوق النموذجي، كتدوروا على اليسر كتبقاو طالعين مع السوق النموذجي، كتخلي السوق النموذجي على يدكم اليسر، كتبقاو طالعين كتزيدوا كتفوتوا السوق النموذجي كتلقاو الجرده، كتبقاو طالعين كتلقاو الفيروج. هالفيروج حنا جينا هنا ملاصقين مع استوديو ياسين. بالنسبه للقريعه الرومبو ديال مالي البونج كتزيدوا مع الشارع اللي غادي لجامع السنه. حنا جينا ما بين مصرف المغرب وقوات لو بولفار. الى وصلتوا لجامع السنه، الى وصلتوا للرومبو ديال مالي البونج، سولوا على اواني شعيب، ولا سولوا على مصرف المغرب، ولا سولوا على قهوه لو بولفار. هاد الثلاثه هادو راه مقاربين مع بعضياتهم، حنا جينا وسط منهم. اواني شعيب المدينه ركزوا معايا، كاينه كره ارضيه، كاين اوتيل هيدروجينسي، كاين برنس، كاين مصرف المغرب، حنا جينا وسط منهم. بريد المغرب حنا جينا وسط منهم. اذا الى وصلتوا حدا كره ارضيه ولا وصلتوا حدا برنس، سولوا على اوتيل المامون جينا مقابلين معاه، ولا سولوا على مكتبه العلوم جينا مقابلين معاها، ولا سولوا على سينما لوتيسيا جينا مقابلين معاها، ولا وقفوا حدا قهوه لا شوب، ولا وقفوا حدا ايدن ايس كذلك حدانا. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا. كاين عروض استثنائيه، نكمل معكم لا بروموسيون. كاين عندنا هذا المول، هذا كنبيعوا جوج ديال لي مول ب 1200 لا مارك لي مينارك. هذا الاوفال هذا تا هو جوج، الدير هذا جوج ب 1200. كاين عندنا الدير هذا المشنف جوج ب 1200، وكذلك هذا المربع هذا كنبيعوا جوج ب 1200. كاين عندنا هذا المقراج هذا جوج ب 1400. بقى رد معايا البال، غنشري لكم شي زداع نتوما. هادو جوج ب 1200، وهادو جوج ب 1200، وهذا جوج ب 1400، وهذا جوج ب 1400، يعود 2400. ملي كنعيا شويه كنقدر نغلط في اللايف كارت، كنعتذر ولكن ماشي بزاف. غير كاين عندنا هذا المقراج هذا زدنا نقصنا ليه في الثمن، جوج يترو كان ب 1800 رجعناه ب 1600. اذا جوج يترو ب 1600، 3 يترو ب 1800، 4 يترو ب 100 درهم، و5 يترو ب 2200. كاين عندنا كذلك هاد الكاسرونات ديال لينوكس الثمن ديالهم 5000 ريال. عندنا هادو ديال الطيفال تيتانيك 5 ب 2220 درهم، 4400. وهادو ديال الجرانيت 5000 ريال، 5000 اينوكس جرانيت 5000، والطيفال 220 درهم. كاين عندنا كذلك البرامي ديال تيتانيك فيهم كاليتي زوينه، 4 يترو ب 90 درهم، 6 يترو 100 درهم، 8 يترو 130، وغادي طالعين كاليتي واعره. كاين عندنا كذلك هاد البرامي ديال لينوكس، برما اينوكس الغطا ديال الزاج كيف كتشوفوا، الثمن ديالها 190 درهم، راه متوفره في المحمديه. كاين عندنا كذلك هاد الكوكوطات فيهم ثمن زوين. كاين عندنا لي هاشوار، كاين عندنا مقراج ديال الضو 90 درهم، مقراج ديال الضو 90 درهم فقط. كاين عندنا الترموسات ديال لينوكس، كاين عندنا هاد الرخامه جوج ب 100 درهم. عندنا ديال الجرانيت، كاينه سلعه زوينه ومتنوعه، كاينين المبخرات. كاين عندنا كذلك هاد الباك هذا راه فيه ثمن زوين، باك اللي فيه 6 العواشق صغار، الناس ديال الرباط كيجيو لينا الناس ديال الرباط بزاف كيجيو ياك، هما قالوا لينا نقصوا فيه وقلنا ان شاء الله يكون خير. هذا كنا كنبيعوه ب 4600، وطلب من الناس ديال الرباط، طلب ياك، طلب الناس ديال الرباط، كيعجبهم هادشي ديال البريستيج وهادشي ديال الذهبي وهادشي، وقالوا نقصوا فيهم. كوفير دو طابل كنا كنبيعوه ب 230 درهم 4600، هو كيدير 400 درهم 500 درهم، اليوم غنبيعوه ب 3600 180 درهم. ندوزو للثمن ديال هادي اللي قلنا 1600، واللي بلا رجيله 1200. كاين عندنا سلعه زوينه متنوعه رائعه، الثمن ديال هادو هادي 30 درهم، هادي ديال القلوبه 30 درهم،
كاين عندنا هذه بريستيج 150 درهم وعلى ثلاثة 170 درهم، القرعة 1000 ريال. كاين عندنا هذه اللعيبة الكاج 250 درهم 250، وكاينه هذه ديال جوج طبقات كدير 180 درهم، وكاين عندنا كذلك في الذهبي 180 درهم. يا سلام، واش عندك محل في الولفة؟ لا ما كاينش، مرحبا بالناس ديال الولفة اما في المدينة ولا في القريعة. ولدي انا كتبعك البارح في الحي في الليل، الله يوفقك ويخليك ديما الطوب ام ادم. هاد السيدة تلاقيت معاه البارح في المحل ديال المادي ديال الحي المحمدي، الله يجيب لك الشفاء، عقلت عليك مزيان بالشفاء العاجل، إنسانة رائعة جدا، طيبة، بين عليها طيبة، لأن قالت واحد الكلام زوين بزاف حقنا، وهذا الكلام هذا دائما كيف كنقول كيعطي تشجيع كبير للشباب ديال أواني شعيب. مرحبا. آية من المحمدية، آية من المحمدية، زيد 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 فاس، كتبوا لينا في الكومنتير المدينة اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي أكثر مدينة متواجدة معنا بقوة في هذا اللايف هذا. وما تنساوش غدا غادي يكون لايف من البرنوسي مع 10 ديال الليل، غادي نبينوا فيه شي حاجة صداع، غنبينوا فيه الجديد اللي غادي يكون حصريا عند أواني شعيب. هذا الجديد هذا اللي غنوريكم غدا في اللايف ديال البرنوسي، غادي يعجبكم بزاف، غتفرحوا بزاف، غتنشطوا بزاف، وهادشي كامل كنديروه حيت كنبغيوكم، هادشي كامل كنديروه حيت كنبغيوكم. ياك كرافس كاين اخويا كاين. ما تنساوش هاد اللايف هذا تعطيونا اكبر عدد ديال التشجيع، تبارك الله 5419 واحد كتشوف اللايف، ديروا لينا هنا جوج قلوبه. الناس ديال القنيطره تحياتي، زيد زيد محمديه، كتبوا لينا المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه. زيد سلا، اسفي، كازا، كازا، زيد زيد كازا، كتبوا لينا المدينه اللي كتسكنوا فيها. الرباط، تحيه للناس ديال الرباط، تبارك الله متواجدين معنا بقوه في اللايف. الرباط، كازا، المحمديه، فاس، سلا، مراكش. مراكش، اوه مراكش اخويا، مراكش مراكش احبها. ولكن الناس ديال وجده وتازه والناس ديال الجنوب شويه شويه غابرين علينا، واكادير حتى اكادير غابرين. كتبوا لينا في الكومونتير، غنقراو لي كومونتير كاملين ديال الناس في هذه اللحظات قبل ما نقطعوا اللايف. عطيونا جوج قلوبه، شحال ديال القلوبه طالعين، شكرا، جوج قلوبه، وما تنساوش البارطاج، بارطاج، اكريغ اون بوبليكاسيون اي بوبلي، سهله، بارطاج، اكريغ، بوبلي. واللي عنده تليفونه بالعربيه غتخرج لينا مشاركه، من بعد مشاركه كليك على نشر. شوفوا الناس ديال مراكش، حفيظه من مراكش، اسماء من مراكش، الرباط، كازا، من الناس ديال وجده سيدي، حكيمه من وجده، ناديه من وجده، صافي غنحلوا محل في وجده، وجده متواجدين معنا بقوه في اللايف تاهما، تحياتي. كاين عندنا كذلك بانديانى، تحيه للبانديانى، تحيه للبانديانى، تحيه كبيره الناس ديال بانديانى على هذا البراد الرائع اللي كنشتغلوا معاهم به. عطينا خويا هذا البراد محلول عافاك، كاين ياك، لانه براد واعر بزاف، كيعجبني وكيعجب الناس، وكنخدموا به شكل زوين، براد ذهبي او برونزي بريستيج، الثمن ديالو 110 دراهم، 2200، والمويان ب 2400، والكبير ديالو 2800. تبع معايا مجتهد نتايا، حسن جدا. غندوز لواحد البراد تا هو في بروموسيون قربت تقاضى، كاين عندنا هذا البراد هذا تا هو في ثمن زوين، كيبدا من 50 درهم، 1000 ريال، 1200، 1400، 1600، 1800، 100 درهم، براد اينوكس كاليتي زوينه، مرحبا بكم. ما تنساوش كنقرا لي كومونتير ديالكم. امالك اختي علاش ما عرفتش شي واحد كيكتب شي حاجه في لي كومونتير، ممكن نعمل كومونت لك اخويا مع الدرويش، كورونا قهرت الناس، وهذا هو الهدف ديالنا الحمد لله. الهدف ديالنا كان هو ندخلوا اواني بريستيج
وندخلوا سليعه في متناول الجميع. اقسم بالله العلي العظيم ما كنبغيش نحلف لي لايف انه كنتقاتلوا باش اننا دائما نجيب لكم سلعه بثمن زوين. علاش؟ لان بغينا الانسان البسيط وكنا بسطاء، بغينا كل شيء يكون في مقدور ديالو يتقدى. راه ملي كنحطوا واحد الارتيكل راه فريمون كنتقاتلوا عليه باش اننا كننيغوسيو عليه باش نهبطوا في الثمن وانتم تاخذوه بثمن اقل. اما حنا راه باش ما حطينا غادي نبيعوا، ولكن حنا على قبلكم انتم وعلى قبل الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم والكلام الزوين والدعاء اللي كتعطيونا والكومونتير ديالكم كيخلينا دائما نبقاو في ديل، نبقاو في ديل للزبناء ديالنا ونكونوا صادقين معكم. ودائما كيف كنوعدكم غنبقاو ديما معكم بهذا الوعد، بالسلعه الزوينه كاليتي مزيانه البريستيج والاثمنه تكون خياليه ان شاء الله. هذا الوعد هذا ان شاء الله غادي نبقاو وفيين به. كاين عندنا هذا البراد هذا قريبا غيتقادى، هو البراد الوحيد وقال لي مازال بروموسيون ياك، الزواقه الوحيده اللي مازال بروموسيون وحصريا راه ملي غادي تقادى غتشريو هذا القياس هذا ب 2400. لهذا كنقول لكم جيو استافدوا، ما حدو مازال ب 1600 ريال، 80 درهم 80 درهم. ما شاء الله عدد كبير ديال التعاليق ما شاء الله، اللهم بارك. 1600 اللي كبر منه 1800 اللي كبر منه 2200 والكبير ديالو 2000 لا 1600 1800 100 درهم والكبير ديالو اللي كيدير 3600 غتاخذوه ب 110 درهم 2200 حصريا عند اواني شوايف. تفصيل 52 1600 ريال. كاين سلعه زوينه، كاين عندنا كذلك العماره في هذا اللون الكحل حتى هي كدير 5600، وكاين عندنا الابيض حتى هي كدير 5600، البونبونيغ 800 ريال، وهذه اللي بالغطاء ديالها كدير 80 درهم بالنحاس من التحت. كاين عندنا هذا الكاس هذا الثمن ديالو هذا 1200 وهذا 1200 وهذا 1400 وهذا 1400 وهذا 1800 ديال الريشه كريستال. كاين عندنا كذلك هذا الموديل هذا حتى هو كيدير 1400 ريال، وكاين هذه الريشه ب 1200. الباني جرانيت 4000 ريال كبيره، كاليتي مزيانه كبيره ب 4000 ريال، جيو استافدوا منها مرحبا بكم. كذلك البلاندر 4000 ريال اللي كطحن 3000 ديال لي واط، هاشوار اينوكس جوج يطرو ب 3200 و 3 يطرو ب 3800، فيها 1000 ديال لي واط، فيها بزاف ديال لي زاكسيسوار. ريشو ب 100 درهم مرحبا. كاينه سلعه زوينه رائعه جدا، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا. ما تنساوش غدا تجيو تستافدوا من هاد لا بروموسيون اللي كنبيعوا. غنعاود نذكر الناس ديال الرباط، الناس ديال الرباط، الناس ديال سلا، الناس ديال القنيطره، خصوصا الناس ديال الرباط راه 30 دقيقه تكونوا عندنا في المحل. بزاف الناس كيجيو من الرباط بالطوموبيله ديالهم ما بين 30 دقيقه و 40 دقيقه باش كيوصلوا عندنا للمحمديه. ومرحبا بكم حتى في المحل ديالنا اللي في البرنوصي، وحتى في القريعه، وحتى في الحي المحمدي، ومرحبا بكم في كازا كامله. غير هي المحمديه كتحاول انها تبعدوا من لومبوطياج ديال الدار البيضاء. كيف كتشوفوا المحل ديالنا هو هذا، اواني شعيب المحمديه، تبارك الله 5000 واحد كتشوف اللايف، ما تنساوش تبارطاجيو. المحل ديالنا جا في الجوطيه كيف كتشوفوا، هذه اللي كتشوفوا فيها نتوما دابا هذه هي الجوطيه ديال المحمديه، هي اللي فيها انا دابا. اي واحد سولته في المحمديه قلت ليه الجوطيه غادي يجيبكم لهاد البلاصه. كيف كتشوفوا حنا جينا في الجوطيه مقابلين مع تيليبوتيك عيشه، هنا واحد تيليبوتيك كان قديم بزاف، وهاد البلاصه هذه ولات معروفه بالتيليبوتيك عيشه. اي واحد في المحمديه قلت له تيليبوتيك عيشه غيجيبكم هنا. مرحبا بطل، اجي 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 نسولو مون الطاكسي، غنسولك مون الطاكسي عافاك. الا جا عندك شي واحد من الرباط في لاكار انا ديال اللايف دابا، ولكن ما غنبيهش لك في وجهك. الا جا عندك
الا جا عندك شي واحد من الرباط وقال لك تجي مني لتليبوجيك عيشه، هاد البلاصه معروفه بتليبوجيك عيشه ولا لا؟ اه معروف تليبوجيك عيشه، سميه قديمه معروفه في المحمديه كامله. مرحبا واواني شعيب. يلاه يلاه باقي ما تعرفش بحال السميه ديال ما غنقار، ولكن معروف في المحمديه. واش عمر شي مره قالت لك عافاك الدين عند اواني شعيب؟ قليل كيقولوها ما نظنش، قليل ياك مازال ماشي بحال تيليبوتيك عيشه، كانوا بزاف كيقولوها. وهذا الشيء هذا هو الميساج اللي بغينا نوصلوا للناس. تيليبوتيك عيشه معروفه في المحمديه، يعني اي واحد جا من اي مدينه وقال تيليبوتيك عيشه ودابا اللي قال لك جيبني عند اواني شعيب تجيبه ياك. تقلقت السيد. مرحبا صاحبي بطل. انا مشي انا صاحبي صاحبي سير صاحبي سير. سولنا من الطاكسي، درنا معاه واحد الاستجواب خفيف ظريف، فين واش معروف تيليبوتيك عيشه ولا لا. واحد الزبون كان راكب حيت بقيت كنهضر معاه تقلق كنعتذر بزاف. كيف كتشوفوا دابا درت واحد الاستجواب خفيف ظريف مع مون طاكسي، واكتشفنا ان تيليبوتيك عيشه اللي هي هذه معروفه على صعيد مدينه المحمديه، يعني اي واحد جا من الرباط ولا جا من سلا هبط في لاكار ولا جا في التران ولا جا كذلك اي واحد جا في لاكار السيده كانت ولا جا في لاكار ولا جا في اي محطه. هذا ميساج الناس ديال الرباط، راه بكل سهوله غتقدروا يجيبوكم من طاكسي صغير لتيليبوتيك عيشه، لان تيليبوتيك عيشه معروف على صعيد مدينه المحمديه. تيليبوتيك عيشه هو هذا المحل ديالنا، هو هذا كنظن ان النعت واضح جدا. اي واحد بغى يجي من الرباط الا جيتو في الطوموبيل الا دخلتو للمحمديه وقلتوا لهم تيليبوتيك عيشه غيجيبوا لكم لهاد البلاصه، حنا اونفاس معاها. الا جيتوا في الا جيتوا في الطوموبيل الا جيتوا في التران كتلقاو الطاكسيات قدام الماء قدام لاكار قدام لاكار ديال التران. الا قلتوا لهم تيليبوتيك عيشه كيجيبوكم حتى لهاد البلاصه، راه كيحطوكم قدام المحل. تيليبوتيك عيشه غنعاود نشرحها لكم، واحد البلاصه كان اول تيليبوتيك كيدار في مدينه المحمديه، في مدينة المحمدية دار هاد التيليبوتيك في هاد البلاصة هادي، ومن بعد ما بقاش هنا تيليبوتيك، راه ما بقاش هنا تيليبوتيك ولكن معروفة بتيليبوتيك عيشة. كنعتذر بزاف لأنني نعدت بزاف ولأنني شرحت بزاف. علاش؟ لأننا ما كنبغيوش نطيحوا بزاف الناس كيتواصلوا بينا وما كنقدروش نجاوبهم في التليفون، ما كنبغيهمش يبقاو موضرين. كنحاول نعد لكم المحل مزيان لأننا ما كنقدروش نتواصلوا معاكم بالتليفون بحكم الضغط اللي تيكون عندنا في المحل بحكم الخدمه وبحكم التواصل ديالنا مع الزبناء مباشره. مع اواني شعيب مش حاجه قدرتي غمض عينيك، انا من تمسنا مديونه. مرحبا مرحبا مراكش الصخيرات خويا. واحد الجميله ديال الكرانيت عندها الغطاء الزاج، ما قلتيش لينا الثمن. جميله ديال الكراني جميله ديال الكرانيت، انا غادي نقول الثمن ديالها. كاملة ديال الكرانيت الخطا ديالها ديال الزاج ما قلتش الثمن ديالها، هي هادي. كاينه هادي اللي كرانيت كتبدا من 110 دراهم، النمرة 24 كدير 110 دراهم، وهادي اللي ماشي كرانيت كتبدا من 100 درهم، النمرة 24 100 درهم، يعني 100 درهم 2200 2400 2600 2800، وهادي زيد عليها ب 10 دراهم 2200 2400 2600 2800 150 درهم. كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، كنقول شكرا للمون طاكسي اللي كنت واقف معاه دابا وعطاني معلومه زوينه على تيليبوتيك عيشه، انها معروفه على صعيد مدينه المحمديه. وان شاء الله كنتمناو تكونوا دوزتوا معنا اوقات زوينه في هذا اللايف هذا، نتلاقاو معكم ان شاء الله في لايف اخر. بالنسبه نعاود نذكر تيليبوتيك عيشه راها معروفه على صعيد المحمديه، ولكن اواني شعيب معروف على صعيد هذه المنطقه هذه، يعني الا دخلتوا للجوطيه
حدا جامع مالي ولا في هاد الشارع هذا، راه اي واحد قلتوا ليه اواني شعيب اللي كيبيع الصلد غادي يجيبكم للمحل. مي بالنسبه للتليبوتيك عيشه معروف على صعيد مدينه المحمديه كامله، لهذا الا بغيتوا تجيو عند اواني شعيب المحمديه سولوا على التليبوتيك عيشه، اما الا بغيتوا تسولوا على اواني شعيب حتى توصلوا للجوطيه. غنقرا دابا، غادي نزيد واحد 5 دقائق غنقرا فيها لي كومونتير ديالكم ونحبس معاكم. الحياه جميله كتقول بشحال القراعي ديال العطريه ديال الكرانيت، القراعي ديال العطريه ديال الكرانيت اللي عندهم الزياتات في الجناب درنا لهم بروموسيون سبيسيال 150 درهم. يا سلام 150 درهم، وهذا الثمن هذا غادي تلقاوه حصريا عند اواني شعيب. انا غنوريهم لكم دابا، يمكن ماشي ديسپونيبل قدامي هنا باش ما بقاش نقلب عليهم. الثمن ديال الفران 500 درهم، الثمن 600 درهم، الثمن ديال الفران نمره 40 12000 ريال 600 درهم. ارا نشوفوا الفران، كنقرا لي كومونتير ديالكم. هو هذا كيف كتشوفوا، هو هذا فيه الزاجة مضوبلة، الثمن ديالو 600 درهم فقط 12000 ريال. يا سلام، زيد زيد زيد، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يبارك ليك بالتوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله. شكرا للا اميره. مول ديال الكيكه شحال الثمن ديالو؟ المول ديال الكيكه راه كنبيعو 3 ب 1200، القلب والدير والمربع 3 ب 1200. كاين شي مول ديال الكيكه واحد اخر ديال الجرانيت كبير 100 درهم، الثمن ديالو 100 درهم. فران ديال الضو 600 درهم قلت الثمن ديالو. زيد زيد الثمن ديال البلاطو، هذا البلاطو هذا ديال عندنا، هذا البلاطو هذا اينوكس كيدير 1200 ريال 60 درهم، كيز 12 كاس. وكاين عندنا كذلك هذا ديال الفضه رويال اللي ما فيهش الذهبي ب 3400 واللي فيه الذهبي ب 3600، كيف كتشوفوا 180 درهم. مشارك من تطوان مرحبا. الكوكوطات كيبداو من 3400 4000 4600 5000 و7 يترو 300 درهم و9 يترو 350 درهم، 9 يترو ب 7000 ريال. ام ايه ممتازه، زيد زيد زيد، كنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين في هاد اللحظات، وبعد قليل غادي نقطع هاد اللايف هذا وغادي نقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. ما تنساوش عطيونا جوج قلوبه هنا، دعموا لنا هاد اللايف هذا جوج قلوبه، والبارطاج بارطاج اكريغ اون بوبليكاسيون اي بوبلي، كلشي بارطاجي هاد اللايف، دعموا لينا هاد اللايف هذا بالبارطاج. المحل ديالنا اللي كاين في المحمديه جينا في الجوطيه ومقابلين مع تيليبوتيك عيشه، المحل ديالنا في المدينه اواني شعيب نفس هاد السولد، المحل ديالنا في المدينه جينا حدا برنس اللي كاين في كازا، حدا كره ارضيه برنس اللي كاين في كازا، حنا جينا مقابلين مع اوتيل المامون، كتبوها في السيلو، توصلوا لحدا كره ارضيه ولا اوتيل حيت ريجينسي ولا برنس، سولوا على اوتيل المامون حنا اون فاس معاه، ولا سولوا غير لا سيكوريتي ديال لوطيل قولوا لهم اواني شعيب غيقولوا لكم راه هو مقابل معنا. كذلك مقابله معنا السينما لاتوسي في المدينه، ومقابله معنا مكتبه العلوم في المدينه. بالنسبه للحي المحمدي حنا جينا في الهبطه ديال القيصريه، الا كنتو في الحزام كتلقاو واحد الهبطه ديال القيصريه فيها السكه ديال التراموي، غتلقاونا حنا على اليمين على اليسار ديالكم. والا كنتو في القيصريه وغتطلعوا للحزام كتلقاونا على اليمين ديالكم. حنا جينا مقابلين مع جامع الكوديه او جامع بلقاضي، واون فاس مع صالون زينب القديم، هذا بالنسبه للحي المحمدي. بالنسبه للبرنوصي جينا مقابلين مع الظهر ديال الاعداديه الطارق وحدا استوديو ياسين، راه حاطين راه حاطين اللايفات كاملين ديال المحلات ديالنا، كنعتو كاع المحلات. بالنسبه للقريعه الرومبو ديال مولي البونج
سولوا على مصرف المغرب اللي حدا اواني شعيب، ولا سولوا على اواني شعيب اللي حدا مصرف المغرب، ولا سولوا على اواني شعيب اللي حدا قهوه لو بولفار. غارديان مول الحانوت، اي واحد يعرف المحل ديالي. برنوسي قلنا لكم الثمن، قلنا لكم البرنوسي فين كاين. الناس اللي دخلوا اللايف دابا عاودوا تفرجوا من الاول باش تشوفوا لا بروموسيون، ولا تفرجوا في اللايفات ديالنا الاخرين اواني شعيب في البرنو في الفيسبوك، تفرجوا في اللايف الاخرين. وغدا ان شاء الله نتلاقاو مع 10 ديال الليل في لايف من مدينه من حي من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوسي. راه كاين الجديد لاول مره غادي نبينوه، غادي يكون غدا الجمعه مع 10 ديال الليل. كل شيء عقل، غدا الجمعه مع 10 ديال الليل غادي يكون لايف من اواني شعيب البرنوسي، والسبت غادي يكون لايف مع 10 ديال الليل من اواني شعيب القريعه. شكرا لكم، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم. صراحه خويا من الاوفياء ديالك، ولكن تتقولي لي اش من محل اخويا محمد، قلتي لي شي ولد طويل، عطينا لا ريكلاماسيون ديالك ومرحبا. البلاطو الذهبي اللي حداك بشحال؟ هادو كنبيعو 4 ب 3000، هذا كيدير 3000 ريال، واللي صغر منه شويه كيدير 2400. تا هو لا طوندونس ما بينتوش، كنعتذر. طوندونس عندنا تا هو كبير 3000 ريال وصغر منه ب 3000 و 2400. ما تنساوش غنخليكم في هاد اللحظات، عاودوا تفرجوا في لي لايف الاخرين، كتبوا في لي كومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه. وما تنساوش ما تبخلوش علينا بالبارطاج، لان البارطاج ديالكم هو الدعم لينا. شكرا لكم، بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله غدا مع 10 ديال الليل في لايف من اواني شعيب البرنوسي. شكرا.